في كل بطن كانت تنجبه حواء كان يولد لها ماذا؟ ذكر وأنثى، ذكر وأنثى في كل بطن. فكيف سيبدأ بالتزاوج؟ فكان آدم يزوج الذكر من البطن الأول مع الأنثى من البطن الثاني، صح يا فا؟ حتى جاء والأنثى والأنثى من البطن الأول حتى الذكر من البطن الثاني، ويقال أنها أنجبت 20 بطنا، يعني 20 بطن في كل بطن توأم. إذا كم مجموع الأطفال؟ 20. كم مجموع الأطفال؟ 40 طفلا. صحيح، 40 طفلا. حتى جاء دور قابيل وهابيل. قابيل كان الأكبر، ولد مع أخته، وأخته كانت أجمل من أخت هابيل الذي ولد بعده. فحسب القانون الذي وضعه آدم يجب أن تتزوج أخت قابيل من؟ هابيل، صح؟ لكن قابيل لم يعجبه هذا، لأن أخته أجمل. قال: هذه أختي، ولدت في نفس البطن الذي ولدت منه، أنا سأتزوجها، أنا أحق بها. قال له: لكن أبانا آدم لم يفعل هذا، لم يقل هذا، قال كل واحد يتزوج الأخت التي من البطن الآخر. فتشاجرا على هذا، اختلفا على هذا الأمر. فماذا حدث؟ قال في هذه الأثناء، سنرسم يا أولاد هناك الكرابين، هل ترون الكرابين التي هناك؟ القربان. فقال في هذه الأثناء، قال آدم عليه، الله سبحانه وتعالى أوحى لآدم عليه السلام أن يذهب إلى مكة ليحج البيت. حسناً، أوحى له أن يحج البيت. فآدم عليه السلام، انتظر، هو قبل أن يحج البيت عنده أطفال وعنده زوجة وعنده بيت، عنده 40 طفلاً. لا أدري إذا قابيل وهابيل هم آخرهما أم لا. فقال: كيف سأذهب وأترك كل هؤلاء؟ يجب أن أأتمن عليهم أحدا. فعرض أمانته على الجبال، رفضت أن تحمل الأمانة. لأن الأمانة ثقيلة جدا. رفضتها الجبال. لأنها ثقيلة الأمانة. ما هي الأمانة؟ الأمانة نحافظ عليها، صعب الحفاظ عليها. ولهذا فعرض أمانته على السماء فرفضتها السماء أيضا. وهي سماء عملاقة جدا جدا جدا، رغم هذا لم تستطع أن تحافظ على الأمانة. قابيل فقابيل ابنه قال: أنا ائتمني أنا يا أبي، وأنا سأحافظ على أمانتك. فذهب آدم. لماذا لم يحتفظ على أمانته بل قتل أمانته؟ انتظر، رأيت؟ ما هو الجبال رفضت حمل الأمانة وقبلها الإنسان، والإنسان لم يحافظ على الأمانة. يلا فذهب ليحج البيت. حسنا يا جد، أوكي، صنعت الرمل. رجع توجه آدم عليه السلام إلى مكة ليحج البيت. وفي هذه الأثناء قابيل استغل الفرصة وقتل هابيل. انتظر، قبل أن يقتله قال له: أنا سأتزوج أختي، وأنت تتزوج أختك. فقال: لنتأكد أن هذا القرار قرار سليم. ممتاز. فقال قابيل: سنقرب قربانا، كل واحد منا يقرب قربانا، والذي يتقبل قربانه يتزوج أختي. لا، من يتقبل قربانه يتقبل رأيه. صح، يقبل رأيه، صح. في ذلك الوقت كان الله إذا يريد أن يتقبل قربانا من أحد يرسل نارا من السماء، وهذه النار تأخذ القربان فتقبل ممن؟ من هابيل. تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل. قابيل قاتل. ماما قابيل. ماما. نعم. قابيل وقاتل. قاف ألف. صحيح، يبدأ بقاف وهو الذي قتل أخاه. فتقبل من قابيل وتنتهي بلام لام. قابيل قاتل. ما شاء الله، ملاحظة جيدة يا عمر. تعبت جلاس سيارتي. بطل يا جماعة، شكرا. المختلف. أنا غاضبة جدا. انظري يا عمر، النار التي رسمتها
تبدأ بنار ثم عليها دخان متصاعد من الأعلى. من؟ تستطيع أن تفعل مثلها. أوكي. فتقبل من قابيل ولم يتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل من قابيل. فغضب قابيل جدا فقال له هابيل إنما يتقبل الله ممن؟ من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. فبسط إليه يده قال سأقتلك. قال لا، إذا أردت قتلي فاقتلني، لكن أنا لن أخذ بإثمك ولن أقتلك، رغم أنه هابيل كان أقوى من قابيل. فرفض أن يقتله. فقابيل قتل من؟ هابيل. قتل هابيل. أتريدين المشاركة؟ شكرا جزيلا لك يا يفا، لكن من فضلك لوني. يلا حبيبتي، أنا آسفة لأنني أغضبتك. يلا بسرعة يا ماما. أنا أغضبتها. لا أدري لماذا تقول أنني أغضبتها. ها؟ يلا عمر، هل يفا يلا لوني يا ماما، سنتوقف بعد قليل. فقتل قابيل هابيل. وعندما قتل صحيح. الغراب ما لونه يا أولاد؟ رمادي. أسود. أسود صح. أسود. أبل لونه أحمر. لونه أحمر؟ الغراب؟ ما لون الغراب يا جاد؟ أسود. يبدو أن يبان عندها عمى ألوان. عندها عمى ألوان؟ يبان عندك عمى ألوان؟ لا. ليس عندها عمى ألوان. كنت أنني غاضبة. لماذا أنت غاضبة؟ لماذا أنت غاضبة يا يافا؟ ها؟ كيوري. أخبريني لماذا أنت غاضبة؟ كيوري. لا نقول لكِ غلط. كيوري بابا غط المزروعات. كان لعبة ماما ما هذا الدرس؟ خلاص لا تشاركي يافا، لكن لا تزعجي من فضلك لأني أصور. خلاص إذا لا تريدين الرسم أنت حرة. هل أرسم لك الغراب لتلونيه؟ تريدين أم لا تريدين؟ ليس الآن. طيب، فعندما قتل قابيل هابيل لم يدري ماذا يفعل بأخيه، فبقي يحمله فترة طويلة. يقال سنة ويقال 100 عام، فلا أحد يدري، لكن استمر فترة طويلة جدا وهو يحمل أخاه على ظهره ولا يدري ماذا يفعل به. عندما ينام يضع الجثة بجانبه، وعندما ماذا يعني جثة؟ من يعرف؟ الميت. جثة الميت. حتى جاء الغراب وأراه صحيح، فبعث الله له غرابا. هل تريد أن ترسم حرف الغين يا عمر من فضلك في الغراب؟ نعم. في جسم الغراب. أنا سأرسم. فلم يدري ماذا يفعل بأخيه، بقي يحمل الجثة على ظهره وقتا طويلا وشعر بالندم الشديد ولا يدري ماذا يفعل. العين هكذا. العين انظر لها بأي اتجاه. حتى ماما العين هكذا صح؟ ما جاء أجل. هاي ها هي جاء هذاك الكرسي اقعد عليه مثل الرقم 4 بالعربية تقريبا. لونيها يافا بالمكعب ماما ليكون جميلة مثل هذا. ماذا يا عمر؟ لا داء داء داء. فبعث الله له غرابا ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فرأى الغراب وهو يدفن غرابا آخر في التراب، فقال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، لم أعرف كيف أدفن أخي، حتى أرسل الله لي طيرا لأتعلم منه. فتهي غينا أخرى، انظروا رسمت غينا أخرى بالغراب الميت. هاي انظروا هاي الغين. وهذا ما حدث، فدفن أخاه ووارى سوءته.
هذا الغراب دفن هذا صحيح. ماذا رسمت أنت يا جاد؟ الغراب دفن. رسام عطل على رسام هذولا هذا كل البقر. واو لوحتك جميلة يا جاد. هذا الشارع. عمر أنهي لوحتك يا ماما أريده وأن أراها. شو هذا؟ هذا الحيوان. هذا وهذا. أنهيت لوحتي. تفضلي انظري هل هي جميلة؟ هاتي أرسم لك الغراب. أعطيني. لا بأس تلوني لاحقا. دعيني أرسم لك الغراب. أنا هسه بدأت. واو رائع عمر رسمت الغراب. طب أرسم غرابا ميتا أيضا. طب من الذكي الذي سيخبرني لماذا علينا أن ندفن الجثة عندما تموت؟ لكي لا يمرض الناس. صح. لماذا سيمرض الناس؟ لأن الجراثيم والبكتيريا تأكل هذا الميت. صحيح. تبدأ الجثة بالتحلل وتهجم عليها الجراثيم والحشرات الصغيرة. أحرق هذا. من يعطيني كلمة تبدأ بحرف الغين؟ رح أحرق هذا. لا يا جاد خطر. أنا بس أمزح. غائم غائم. غائم نعم غائم. طيب عمر أعطيني كلمة تبدأ بحرف الغين. غزوة. غزوة نعم. خندق بالخاء. لا أريد غين. يلا يا فهتي أعمل لك الغراب. عمر رسمت الغراب أريني. هو أريني لف الصفحة أريد أن أراها. دعني أرى. أوه جميل رائع رسمت الغراب. لكن هل سترسم الغراب الميت؟ نعم مرسومه. أو هذا قربان قابيل. هذا قربان هابيل وهذا قربان قابيل. تقبل من؟ جميل. لا أقصد هذا هابيل وهذا قابيل. صحيح قربان هابيل قبل من؟ هابيل كان صاحب غنم وقابيل كان صاحب بساتين. فلهذا قابيل أحضر من بستانه أشياء لميت. أطفئ الشمع. أطفئيها.